قال أبو زيد سقت نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلت أسوقها حتى انساقت إلي وهي تضحك. المقصود أنه هذا قطع أول الطريق، لأنه هذه المشقة لابد منها في البداية. يعني هل نتخيل أنه الشاب مثلا يريد الالتزام بصلاة الفجر، أنه صلاة الفجر من أولها سهلة عليه، من أولها كذا كل يوم؟ لا، صلاة الفجر صعبة، ليست سهلة، لأن فيه تقوم من تحت وطائه وتحت الفراش وتحت الغطاء وتحت والدفء، وإذا كان مع امرأته وإذا كان كذا، ويتوضى وإصباغ الوضوء على المكاره وقطع النوم واللذة والراحة، ويروح للمسجد، الدنيا برد، وإذا كان في الشتاء هذا إيش، وفي الصيف صلاة الظهر، وهكذا. يعني ما العبادة فيها مشقة، لكن إذا انقطعت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة المشقة، يصل الواحد بعد ذلك إلى مراحل تحصل له بها لذة، سعادة، سرور، يصير عليه الوضع سهل، يصير تركه مؤلم، يصير لا يستطيع أن يترك العبادة، سرت في دمه، صارت جزءا من حياته وعادته ونظامه، وهكذا.